بابا. نعم يا باب البرق. عايز فلوس الحاج عشان اجيب هدية. هدية ايه ان شاء الله؟ عشان عيد الام يا بابا. انت ناسي؟ يا نهار ازرق، ده انا ناسي خالص موضوع عيد الام ده. طب يا بابا ما انا فكرتك اهو، اديني فلوس بقى عشان اروح اجيب الهدية قبل عيد الام بكرة. بص يا ميدو، انا هديك فلوس، هات هدية ليا وليك. لان انا مش قادر الف بصراحة، بس تكون هدايا حلوة. يلا. حاضر يا بابا من عينيا. ده انا هجيب لك احلى هدية هتلاقيها في حياتك. النهاردة ايه في ايام ربنا يا حاج؟ ايه؟ النهاردة 21 مارس. تمام، كويس يعني انك عارف النهاردة 21 مارس. اه يا حاج. الله يخليك، مش عارف اتأخرت كل ده بتلف في الهدايا. كل سنة وانت طيبة يا ست الحبايب. الله، شكرا يا حبيبي. الله، هي دي الهدايا اللي تفرح. وبابا جاب لك الهدية دي يا ماما. وابوك جاب هدية كمان، وريني. لا والله، وتلاتة كمان يا حاج، تلاتة بحالهم. شكرا يا حاج. حياة امك، اديني الجزمة اللي بالكوبايات والنعمة نشرب دمك فيها.